عن الصلاة بعد الأذان مباشرة. لا شك بأن الصلاة إذا دخل وقتها شرع أداؤها، هذا لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فأوقات الصلاة متى ما جاءت جاز لنا أن نصلي، لكن إذا كانت هناك قبلها سنة راتبة قبلية فليؤديها إذا أذن، مثل ركعتي الفجر والظهر 4 ركعات، والعصر جاء حديث: من صلى قبل العصر 4 ركعات حرمه الله على النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. تحية المسجد إذا دخل وصلى تحية المسجد في المغرب وفي العشاء فهذا حسن، ولو صلى فصلاته صحيحة بعد الأذان.